بحكامة وعقلانية، والله ولي التوفيق. مواطن مغربي وطني تتوفر فيه شروط النزاهة والإخلاص، إنه الأستاذ السبيعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، جملة وتفصيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشعارنا الخالد الله الله الوطن الملك، وبمحبة متواصلة للوطن الحمد لله. ها نحن خلال اليوم الرابع من نوفمبر 2023 نخلد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء القرآنية المضفرة، وذلك بمدينة فاس العاصمة العلمية والروحية والثقافية للمملكة المغربية، في ظل العرش العلوي المجيد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وعيده وأعز أمره. الحمد لله رب العالمين. نحيي هذه الذكرى، الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة، كجميع المغاربة داخل وخارج الوطن، تعبيرا منا عن حب الوطن وحربه. وشكرا لجمعية الوحدة والتضامن الاجتماعي ولكل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية الثقافية الفنية. السيدات والسادة الأوفياء للوطن، والحمد لله نحن المغاربة متشبثون بحب الوطن من طنجة إلى الزبيرة في الصحراء المغربية وقطم المسيرة الخضراء. ومن باب التذكير، هيا بنا لقراءة جماعية لقطام المسيرة الخضراء المضفرة. أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء، مكافحا عن وحدتي وطني من المغاز إلى الصحراء أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعترتي في سري وعلانيتي والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي انتهى القسم. أين الأجزاء؟ الأوفياء للوطن، بفضل من الظروف تم نجاح في المسيرة الخضراء السلمية الشعبية ب 950,000 مواطن ومواطنة، والتي اقتضها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وانطلقت يوم السادس من شهر نوفمبر لعام 1965 بالإيجاب الذي حرر الصحراء المغربية من يد المستعمر الإسباني الغاشم. الصحراء مغربية عبر التاريخ كانت مغربية وتبقى مغربية، وبمشيئة الله ستبقى مغربية بسر بسم الله الرحمن الرحيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اجعل الدولة المغربية هذا البلد الأمين دولة مطمئنة. اللهم احفظ وطننا الأمين وأهله
من كل مكر وسوء. اللهم احفظ المملكة الأردنية عرض السلم والسلام والأمن والأمان والتعايش والمعايشة والتسامح والاستقرار وحسن الجوار. اللهم احفظ المغرب من كيد الكائدين ومن شر المتربصين. اللهم انصر من قلدته امر عبادك وجعلته حكما في ارضك والبسته لباسا خلافتك فكان لها اللابس جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. اللهم احفظه يا ربي في ولي عهده الامير الجليل مولاي الحسن وشد أثره بصومه المولى رشيد وسائر أسرته الشريفة. وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على ما جاء على لسان المواطن الغيور محمد بحار الشريف للأصول الصحراوية المغربية معتز بها عبر العالم. وبنفس المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الفقير حسن رئيس هذه الجمعية في إنجاح هذا. وألتمس منكم حب الوطن ولجميع ثوابت الوطن. شكرا للأستاذ إسماعيل عن هذه الكلمة